أوراق الأحزاب، أحزاب ترويكا في تراجع حاد وأحزاب أخرى في ارتفاع. التفاصيل مع صاحب المؤسسة اللي عملت البارومتر بوليتيك هشام قرفالي، المدير العام لتخوا سي إتود. لكن قبل نحكيه على حادثة 6 سبتمبر اللي فات واللي كانت فاجعة للتوانسة الكل، ومن الفاجعة اللي مشاو فيها أكثر من 60 مفقود تونسي في المياه الإيطالية. ولينا اليوم نحكيه على لغز والأسئلة أكثر من الأجوبة، ومنها هل ما خلاتش الشرطة الإيطالية التوانسة يموتوا في البحر؟ وين وصل التحقيق؟ وشنية النجم نقوله على ملف الحرقة في المطلق؟ حسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج هو ضيفنا اليوم الأكثر تفاصيل. سي حسين مرحبا بك. مساء الخير سيد الوزير. اليوم في موضوع قضية لامبيدوزا، الأسئلة أكثر من الأجوبة عندكم أنتم زيدا؟ لا، ربما الأسئلة أقل من الأجوبة، لأن فما 56 نجاو، معناها 56 شافوا قدامهم الأحداث، كانوا حاضرين. إذا ثم قارب يكونوا الناس كل فقدناهم ربما الأجوبة، لكن ربما الأجوبة توخر. وهذاك علاش احنا الآن في نظام سياسي جديد، مجتمع يسأل أكثر ما يسمع أجوبة، كما قبل الأجوبة المسبقة. ولا الآن معناها ثم شكون معناها ينتظر ثم تحقيق، ثم الناس كل الإعلام يخوض دوره باش يطرح هو الأسئلة، وربما يطرح أسئلة أكثر ما ينتظر أجوبة، وهذا دوره الأساسي. وفي لجنة تحقيق باش تمشي نهار الأربعاء إن شاء الله، مكلم معناها من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة العدل وكذلك كتاب دولة الهجرة، بالتنسيق مع لجنة مشتركة فنية تبحث في التحقيق. انا وانت ما احناش محققين، ما دام ثم 56 والحمد لله نجاو، هذا ما يعنيش يعني ان نحن امام مصيبه لعشرات كما كنتوا تحكيوا وتفقدوا، وتونس كامله معناها حزنت ليهم، ما زالت حزينه ليهم. في كل الاحوال باذن الله الحقيقه تظهر. هل اليوم سيد حسين الجزيري عندنا نتائج جديده في المساله هذه؟ عندنا ارقام جديده؟ توصلتوا الى معلومات جديده؟ هو أهم رقم أن ثم 56 نجاو، وأسوأ رقم طبعا هو أن ثم عشرات المفقودين. وبالفعل كي يصبح بين نفس الناس اللي على القارب يختلفوا في 10 و20 ويقولوا هذا أمر يجاوب عليه التحقيق، بالتالي احنا في الموضوع هذا الشيء اللي بعد ما تمشي اللجنة هذية برأيي فما ناس مختصين بسهولة عندما يسألوا 10 20 30 40 واحد عموما يصلوا إلى الحقيقة. ما ثماش رواية أوفيسيال رسمية، كل الروايات متعددة وما ثماش رواية، ثم روايات. فبالتالي احنا ننتظر التحقيق اللي خاصة تتعاون فيه الجهات الأمنية، بعدين شكون قصر شكون جاء مؤخر، كذلك هذا الجزء الآخر من التحقيق. حسين الجزيري، هل في وزارتك خدمتوا على حل عميق لمشكلة الهجرة السرية؟ احنا بدينا نشتغلوا في على الملف هذايا ولوجوا منه الإحصاء. عموما ما ثماش شكون يعطيك إذا هي هجرة سرية، يعني ما يعطيكش إحصاء دقيق جدا. كل ما أعلمه أنا أن الإحصاء من الجهة الإيطالية السنة الفارطة في سنة 2011 وصل لحوالي 30 ألف، وكل ما أعلمه هذه السنة أنه مئات ربما فيها لا تتجاوز ال 2000 أو 3000، لأن هذا الأمر ما زال فيه دقيق. جزيري، ولهذا عملنا عنا سامحني للا عملنا المجلس الأعلى للهجرة، المركز الوطني للهجرة باش يقوم بجملة من الإحصائيات، ينسق مع مركز الإحصاء باش يكون عندنا أخصائيون يعني يختصوا في الهجرة لإيطاليا لفرنسا لغيرها للبلاد العربية. هل في تونس فمنية لتجديد العقوبات على القائمين كسوسوا اللي يمشيوا وإلا اللي ينظموا عمليات الحرق؟ والله هو ثم زوز اتفاقات وقعت فيهم تونس ولا قامت بهم تونس، مانيش قاعد ننقد هوني، سنة 2008 مع فرنسا، واللي تقبل بأن التوانسة اللي في وضعية غير قانونية نروحوا بهم. المغرب والجزائر رافضين، بالتالي شجعوا أكثر على الهجرة غير الشرعية، في حين أن كذلك الاتفاقية الأخرى اللي قمنا بها مع إيطاليا بين السيد باش قيد سبسي السنة اللي فاتت والسيد بيرلسكوني، اللي كذلك تقول بأن كل من يذهب إلى إيطاليا بعد 5 أفريل 2011 كذلك يروحوا به، بحيث فتونس تقاوم في الهجرة غير الشرعية هنا من خلال الأمن، من خلال الآلاف اللي توقفت، وكذلك حتى التوانس الموجودين في هجرة غير شرعية غادي يروحوا بهم. وللأسف الطرف الأوروبي هو الآن
اللي كيما فرنسا مثلا عندنا اتفاقية نروحوا بالتوانسة، لكن عندنا الحق حسب الاتفاقية العمل والشغل في البعد الاتفاقية 9000 تونسي يمشيوا كل سنة لفرنسا، يدوب بعض المئات رسميا يمشيوا و1500 في عملية التكوين كذلك ما يتمش مع إيطاليا، كذلك يتحثوا على كوتا تونسية نتاع 4000. ولذلك احنا نحبوا نعاودوا نتفقوا، السيد رئيس الحكومه ماشي في بدايه الاسبوع يعني الى بروكسل باش يقول لهم الطرف التونسي ملتزم بالجانب الهجره، اوروبا هي كذلك لا تستطيع ان تغلق على المغرب العربي، لا تستطيع اوروبا ان تبني حائط برلين في البحر بينه وبين المغرب العربي، والشباب في المغرب العربي جزء من ابعاده. وبالتالي المطالبه هي كوتا جديده لتوانسه سي حسين الجزيري، كوتا جديده فقط كوتا، ولكن اذا نعملوا اتفاقيه، إذا إيطاليا مثلا عندها كما تشوف معناها الناتو وفرونتكس والقوات الإيطالية وراها كل أوروبا، احنا كذلك تونس ورانا كل إفريقيا. الأوراق يبدو أنها باش تعاود تتخلط، أحزاب كبيرة ضيعت برشا أصوات متاع الناخبين وأحزاب أخرى ربحت أصوات أخرى، وأكثر من مفاجأة لقيناها اليوم على كل حال في أحدث بارومتر بوليتيك لتخوا سي إتود، قراءة في النتائج مع المدير العام لتخوا سي إتود هشام قرفلي. مرحبا بك سي هشام. مرحبا سي هشام. باش نبداو بالرسم البياني الاولاني حول تطور مدى رضاء التوانسه على اداء الحكومه، المعارضه، الاعلام والوضع الامني للبلاد. هذه هي النتائج من اللي بديتوها من جون في تقريبا حتى السبتمبر. الرضا الكل في تراجع سي هشام قرفلي، لكن الوضع الامني أكثر حاجة عرفت تراجع في البارومتر بوليتيك هذا. صحيح، بعد ما تحسن الوضع الأمني ولا الإحساس بالوضع الأمني من شهر جوان بطريقة كبيرة برشا بعشرين نقطة، عاود مرة أخرى في شهر هذايا نقص وتدنى ب 22 نقطة، وهي أكبر نسبة نتاع تدني شفناها في العام كامل. عمرنا ما شفنا يعني التدني هذايا بالنسبه هذايا على الاقل بالنسبه للوضعيه الوضع الامني. الوضع الامني، ولكن هو الكل الاعلام ولا الحكومه ولا المعارضه الكلهم في تدني، وربما الملاحظه لهنا انه العبيد مش راضيه لا على الحكومه ولا على المعارضه. هذه هي الحقيقه، كل ما تصير مشكله كبيره على الحكومه فهمنا، ما على المعارضه ما لازم نفهمه. كل ما تصير مشكله كبيره في تونس تهم الشعب الكل، الا و أغلبية الشعب يرمي بالمسؤولية في نفس الوقت على الحكومة وعلى المعارضة وحتى شوية على الإعلام، وشفناه زادة من يأثر على الوضع الأمني. الوضع الأمني الكل إذا تصير خاصة إذا تمس الوضع الأمني يرمي بالمسؤولية على الناس الكل ظهرا لظهر، أخويا حلوا لي المشاكل متاعي. وهذاك عليه نوايا التصويت إذا تم إعادة الانتخابات فيها نتائج مفاجئة. لو كان نشوفوا مع بعضنا التابلو في نوايا التصويت إذا كان تمت الانتخابات يكون عندنا انقلاب كامل تقريبا في الترتيب سي هشام. صحيح، نلقاو أنه فما تراجع كبير تجي نقول لحزب النهضة ب 31%. لو تتعاود الانتخابات تظلي شهكة سي حسين. يعني نعيد شو كان الخوف لا ما خلطش ما نزلت ما خلطش ايوه دونك تراجع للنهضة ب 31% ايوه تراجع لسي بي ار ب 39% وتراجع للتكتل ب 30% مقابل ذلك فما احزاب وحتى في المعارضه فما احزاب اخرى خلينا نحكيو على تراجعت مثلا القطب الديمقراطي يتراجع ب 53% بالنسبه للاتحاد الوطني الحر وهي ممكن من اغرب النتائج وقعدنا نسائل كيفاش لو بي لكن عنده 50000 يولي عنده 155000 ناخب ويدعو يعني للتسائل وهنا علاقة الكورة بالسياسة. وعرفنا بعد في الأخر بعد تسائل بأسبوع احنا كامل حاولنا باش نفهموا فهمنا أنه مربوطة ممكن بالكورة، مربوطة بالأعمال الخيرية وممكن حتى بالهجرة هذه. Encore une fois on va continuer en jeu وضيوف مع ضيوفنا والبوبليك كوم دابيتود المطلوب منكم هات جهة مع مدام تونس وهات جهة مع مسيو كحلاوي. ألوغ مسيو كحلاوي المطلوب منك يا سيدي تعطيني ليكستري اكابيلا ديال الاغنيه اللي غنسمعها لك وانت مدام تونس تعرفي لي شكون كيغني. بيان سور ليديز فيرست ومدام تونس شكون صاحب هاد الاغنيه؟ ونجم عباس
اوركستر دو بارباس. يعطيك الصحة، برافو، زيد السمعة سيل فوبلي. لو كان يديروا عليك باب حديد النقزة ونجيك الغزال، ندوزو معاك سك حلاوي، سك حلاوي ندوزو معاك وغادي نبقاو ديما في الستيل ديالك المزود. اي نعم. اي ميوزيك سيل فوبلي. هذا من أخذ زميلي الهادي حبو. سمعنا شوية كابيلا سي سي. أنا على كل حال ما نحفظوش برشا. سمعنا شوية شوية. البوبليك ديالك غيعاون. غناية هذه ولا غنيتي أنا؟ إلا عطاك العاطي. هذه عطاك إن شاء الله ربي يعطيك. يعطينا كامل. إذا عطاك العاطي لا تشاطي لا تباطي. يزيك معك العاطي لا تشاطي لا تباطي. يزيك معك وجدة. سمعونا سي فوبلي. مالية يعطيك الصحة، زيدوا سمعونا سي فوبلي. سمعوني العشب اللي عكس كحلاوي جو بونس بوبليك بلي هاد الاغنيه غادي تعجبكم بزاف. الله يرحمه، هذا قيدوم الفن البدوي في تونس. الله يرحمه هو اسماعيل الحطاب. كملنا النكست كابيلا. عاود عاود كابيلا شوي. عاونوا الببليك. دزيتي لي هاني جيتي فض علي اللوم عيب الدم الثاني البيدي قلتي وجاك النوم. يعطيك الصحة. ديريكسيون الجيري انكور اون فوا. شيطان قلبك ريالة وكان اير تو كونسير سوا الميير ديكو فاسو بيرسون سوا تو بلاير. شكون؟ شكون؟ زعما سسبانات. شكون؟ شكون؟ عاودوا سمعوا هنا بك دقيقة معليش. سمعوك الجواب على لا كاع يلا سمعوا لا سيدي. نختموا اليوم مع السي كحلاوي وهادي. فوالا حمزه كملنا المسلوق. شكرا ليك زينب سمر يعطيك الصحة. كيو على الجزائر، الوزير الاول الجزائري عبد الملك سلال قدم خطه عمل حكومته وعد بتنظيف البلاد. الجزائر وين برشا يستناو في القانون الجديد للمحروقات ولانه قادر على زياده الاستثمارات. اسهل نتعرضوا لها مع ضيفنا الليله الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول. مرحبا بك. بارك الله فيك.
أستاذ عبد الرحمن، رأيك في الخطة المعلن عليها لرئيس الحكومة عبد الملك سلال، خاصة وأنه صرح منذ الساعات الأولى لتوليه لرئاسة الوزراء أنه نوزالون نتويي لو بي، قال باش ننظفوا البلاد، شنو رأيك في خطة العمل نتاعو؟ في كل بلداننا ماشي في الجزائر، كي ما يكونش الأخلاق ودولة القانون، يعني كل بلدان كان معارضة وكان السلطة. المعارضة مليحة للسلطة باش يعني بور كوريجي سي زيرور. نظن الرشوة دايرة حالة في الجزائر. وهذه يعني سمعت اليوم يعني تصريح تاع الوزير الأول يعني في البرلمان، يعني الهدف استراتيجي تاع سي سلال صديقي، هذه 35 سنة نعرفه، راجل نظيف، راجل تاع الحوار. ولكن السؤال اللي نطرح في الأفريل 2014 يكون يعني الرئاسيات، يا ترى الوزير الأول إمكانيات نتاعو راجل لاباس به يعني قد يغير الحالة اللي رانا فيها؟ نظن ما يكونش التنمية إلى ما كانش دولة القانون والأخلاق للناس اللي يحكموا البلاد. هذه ماشي يعني على الجزائر، كل البلدان. أستاذ عبد الرحمن، يعني القانون الجديد للمحروقات اللي حكيت عليه في الليون متاع الجرائد كنزة، شنو هي خطوطه العريضة القانون الجديد؟ القانون الجديد ما يمصش يعني 49% تاع الأجانب و 51% يعني الجزائريين، تكون دولة جزائرية. سي لا ريك دي 49-51، هذه ما يمسش. هالقانون الجديد يعني نو كونسيرن با لي زاكتيفيتي اكتويل، ال كونسيرن كو لي زاكتيفيتي نوفيل اون كا دو ديكوفيرت. يعني ركز على الجبايه، على لا فيسكاليتي. وهي مشكله كبيره كانت في القانون القديم، مشكله الجبايه. خاطر 30 دولار واكثر، يعني كي يافي سكون ابيل ان ايبونجمون، وهذاك القانون يعني نعمل الوقت اللي كان يعني الباريل 40-50 دولار، انا راه 100-110. قانون تاع 2005 كي ايتي موديفي اون 2006. ويعني استاذ عبد الرحمن، المشكل كونه كان في القانون القديم لا ما يشجعش على الاستثمار لانه الجبايه فيه عاليه، هكا ولا لا؟ هل بالقانون الجديد اليوم الجبايه باش تكون اقل وبالتالي الاستثمارات ربما وفما تشجيع اكثر للمستثمرين؟ لا، نظن فلامون بترولي غازي، يعني كي يكون يعني الاحتياطات كبرى، يعني نرجع ل 49 ل 51 يعني ما فيش مشكل. ولكن كي تكون الاحتياطات صغيره مام تحفظ الجبايه المستثمر ما يجيش. يعني بيترو كيماليا، يعني عندنا الخبر في العالم 6 ولا 7 شركات الكبرى تتحكم يعني في بيترو كيماليا، وخاصك يعني يكون عندك يعني دي تري غروند كاباسيتي. الجزائر ما تقدرش دير يعني لوزين تاع بيترو كيميك جوست بور سون مارشي انتيريور كي تري تري فيب. لو غوفرنمون ا بريفو soit sur une longue période au dernier conseil des ministres 2011 60 milliards de dollars d'investissement dans les énergies renouvelables. Rabama, il faudrait peut-être la Tunisie, j'ai vu qu'elle s'intéresse, le Maroc s'intéresse, il faut que ça rentre dans le cadre du Maghreb et dans un rapport avec soit des AirTech, soit avec d'autres, disons, initiateurs. نجيب الحمروني رئيس نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الضرب عام نهار 17 أكتوبر في قطاع الإعلام، علاش؟ علاش؟ الأسباب عديدة، ولكن على رأسها أنه نحبوا إعلام حر ومستقل لتونس. نتصوروا أنه تونس الآن في حاجة إلى إعلام حر ومستقل، هذا السبب الرئيسي والسبب الهام. ولكن تحت هذا السبب فما أسباب أخرى، أنه احنا وصلنا إلى باب مسدود في التفاوض مع الحكومة، وصلنا معناها مدينا يدنا، قلنا رانا احنا نسبقوا خيار التفاوض من أجل حل كل مشاكل القطاع، قطاع الإعلام. ولكن وصلنا إلى باب مسدود باعتبار
تجاهل الحكومة ورفضها لكل الحلول المقترحة ولكل الحلول الممكنة في تونس لقطاع الإعلام. رئيس الحكومة ورئيس الحكومة تأكد في أكثر من مرة أنها ببينها محلولة، أنها عملت لجنة خاصة حطت فيها عدد من المستشارين، مستشاري رئيس الحكومة وموجودة فيها النقابة، وبالتالي تقولك أبواب الحوار مفتوحة ومتواصلة، وربما النقابة هي اللي قررت مغادرة الحوار هذه. شو رأيك؟ لا ما نتصورش هذا غير منطقي، باعتبار اذا كان احنا لقينا احنا علاش مشينا للتفاوض، معناها راهو اعتراف منا احنا ومن الحكومه ومن كل الاطراف النقابيه انه هناك اشكال، باش نحلوا الاشكال هذاك من خلال التفاوض. يعني احنا نقدموا مقترح حلول، الحكومه ترى تقدم مقترح حلول ونصلوا نصل في النهايه الى حلول لاشكاليات عديده. اذا كان احنا نقولوا مثلا التعيينات على راس المؤسسات الاعلاميه اللي مثلا في كل مؤسسات الاعلام العمومي واخيرا معناها في دار الصباح وفي التلفزه التونسيه، ونقولوا هذه تعيينات مسقطه وعشوائيه ولا ترتكز على معايير ومقاييس موضوعيه وعلميه وموجوده في كل تلفزات العالم، وقت اللي احنا نقولوا هكاكا معناها اصرار من الحكومه على انها تعين بالطريقه هذيك العشوائيه، وكاني ما صارتش ثوره في البلاد، وكاني المواطن التونسي ما طلبش بالحريه في قطاع الاعلام، وقت اللي احنا نقولوا هالناس المعينين هذوما زيدا ما يتدخلوش في الخط التحريري، ونجيو نلقاو انه التدخل يكون مباشره في عزل رئيس تحرير في دار الصباح، في التدخل من يكتب الافتتاحيه ومن لا يكتب الافتتاحيه، هل هذا تدخل في الشان التحريري او عدم تدخل؟ وقت اللي نجيو نلقاو الرئيسه المديره العامه في التلفزه التونسيه هي التي تعين رئيس الوطنيه واحد والوطنيه اثنين، في حين انه احنا في لقائنا مع السيد حمد جبيلي رئيس الحكومه يقول راهو التعيينات على راس الوطنيه واحد واثنين لن يتم الا بالتشاور مع الهياكل النقابيه وهذا ما يتمش، وقت اللي نجي ونلقاو الرئيسه المديره العامه للتلفزه التونسيه تمنع رئيس التحرير باش يصحح على الضيوف وضيوف النشره اساسا، فانه هي باش تولي لها الصلاحيات المطلقه باش هي تصحح على الضيوف اللي باش يدخلوا لنشره الاخبار، وهذا يتدخل رئيسي واساسي في الاخبار. انا اللي نبغي نعرف هاد لي رياكسيون ديال الحكومه لهالدرجه، هي متخوفه من الاعلام او متخوفة من الحرية اللي ولات عند الإعلام التونسي وبغى تقمعوا علاش؟ الحكومة تحب تضع يدها على الإعلام، علاش؟ خاطر هي رانا احنا كان نرجعوا الأول كلمة قالها رئيس الحكومة قال هذا الإعلام الحكومي، يحبوا الإعلام يكون إعلام حكومي، إعلام يتبع المسؤول السياسي ويعدد له إنجازاته ويتغاضى عن أخطائه، وهذا ماهوش إعلام. لكن اليوم يبقى السؤال لجبل الحمروني، هل ماشيين في الاضراب العام نهار 17 ولا ربما حالين باب التفاوض اذا كان وصلتوا الى نتيجه في النقاشات مع الحكومه ربما يتم الغاء الاضراب العام؟ نتمنى على الحكومه انه تفهم انه احنا ليست الغايه متاعنا هي الاضراب، ولكن راهو الاضراب اجبرنا عليه، اللي اجبرنا على الاضراب هو المواقف المتعنته نتاع الحكومه ورفضها لمطالب الصحفيين، وقت اللي الصحفيين يوميا في الصباح يخدموا وفي نفس الوقت يسهروا حتى يطمنوا انه الجريده نتاعهم طبعت دون تدخل من المدير المنصب اللي يحب يتدخل في محتوى الصفحات. وقت اللي احنا نلقاو حل، نتمنى انه الحكومه تفهم الميساج اللي يحب يبلغوه الصحفيين انهم لن يتنازلوا بعد اليوم عن حريه الصحافه، فانه نتمنى انه تفهم ونجموا نلقاو الحلول. احنا حالين الباب للتفاوض وباش نقعدوا الى حد يوم 16 اكتوبر نستناو في التفاوض ونمشيو للتفاوض ومقتنعين بالتفاوض، لانه الحوار احنا مقتنعين انه بالحوار نجمو نلقاو، ولكن الحوار الجاد والحوار اللي احنا نحاولوا من خلاله نوصلوا الى حلول، والحكومه زادة تحب توصل الى حلول. اذا كان الى حد يوم 16 لم نجد فانه احنا تم اقراره وتم تاكيده هذا الموعد باش يكون 17 اللي هو اول مره الاضراب في قطاع الاعلام. ادريس، يعني مثلت في افلام مغربيه تونسيه جزائريه عالميه، ولكن من الافلام زينب اللي عليها برشا كلام تقال كازا نيغرا، وخاصه انه كانت فما بوليميك من وقتها على ادريس رخ. كازا نيغرا فيلم اللي بعد حكى على النجاح الكبير اللي حقق، ولكن طار ضجه ببعض اللقطات ديالك نتايا واللي انتقدوك فيها، اشنو خلاك تقبل هذاك الدور وانت عارف ان المجتمع المغربي ماشي بديك الدرجه راحنا متحرين وممكن نقبلوا كل شيء؟
ولكن احنا انا كنظن بانه السينما والابداع ما عندوش حدود، وتنظن بانه وصلنا لواحد المرحله باش نهرسوا بزاف ديال لي طابو اللي كانوا خالعيننا وكيخوفونا. وهذه سنوات خديت على عاتقي واحد الوعد، هو انني غندير السينما، السينما بالمواصفات ديالها الاحترافيه العالميه، وناخذ الادوار على واحد الجد من التقنيات والادوات ديال التعبير والتخيص ديالهم، بدون باش ما نرجعوش للوراء ونشوفوا ونقولوا هذه خصنا حرام وهذه حلال وهذه ما نديروهاش وهذه ما نديروهاش. تنظن بان الشخصيه هي تركيبه نفسيه واجتماعيه، وعندها واحد المجموعه ديال الاشياء اللي خصنا نديروها، ولا نقصات اي حاجه هذيك الشخصيه يكون نقصات واحد ديك لاسين ولا دو سين ديالها، تنظن بان غتكون شخصيه عرجه ولا عوره وما تكونش شخصيه كامله. شخصيه في التعقيدات ديالها هي اللي خلاتني اولا نقبل الدور ونقبل حتى الانتقادات ديال الدور، ولكن اللي كيهمني هو انني نواصل هذه المعركه. ومن بين الانتقادات اللي جاتك هي واحد السيدة اللي كتبغيك بزاف، فنانة القديرة سعاد صابر، واللي قالت باللي هي كتعتبرك بحال ولدها وباللي تقلقات بزاف ملي شفت هذاك الدور ديالك. شنو خلاك تحس ملي سمعتي ندم هكا؟ ماشي مشكلة تعتقد كاين اللي كيتقلق، تنظن كانت الأم تتقلق على ولدها، راه من بعد تقول له ما كاين مشكلة ولدي راه سامحت لك، لأنه هذا جانب. والجانب الآخر أنا ما كنظنش بأننا كندير في الفن، ما كنديروش العيب، ما كنديروش العار، كنديروا الفن الابداع. ما كنشوفوش واش هو نظيف ولا ما نظيفش، ولا هو موسخ ولا هو ما موسخش، حيت حنايا ماشي دايرين واحد الليكيد اللي كنبيعوه باش نغسلوا الحوايج. حنا الفن هو واحد تركيبه اللي كنمكن تصلح مجتمع، ويمكن لها تخلق مجتمع، ويمكن لها تعطي واحد المجتمع الطابع ديالو الحضاري والثقافي، وكتوصلوا للاخر وكيبقى دائما عايش. تنظن بان هذا هو الابداع. الابداع هو انني فاش نكون حر في تعبيراتي، وما يمكنش ان هذه الحريه بطبيعه الحال انها ما تخرجنيش على طبيعتي وتلقائيتي ووطنيتي. كنبقى مغربي، كنبقى عربي، كنبقى مغاربي، كنبقى من هذا العالم. عشرين مليار دينار هي قيمة الأملاك المصادرة تقريبا للرئيس السابق وعائلته. شنو باش يصير للفلوس هذية؟ كيفاش باش تدخل لميزانية الدولة؟ وكيفاش باش يتم تسيير الأملاك المصادرة؟ على الأسئلة هذه وغيرها نجاوب اليوم مع سي سليم بن حميدان، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. سي سليم، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. نمشيو للصباح والعنوان يهمك بصفة مباشرة، الأموال المنهوبة في الخارج، عنوان الصباح اليوم، صعوبات عديدة تعترض تونس في استرجاعها. يعني عمليا سيد الوزير، أكثر من دولة في العالم عبرت لتونس في أكثر من مناسبة على مساندتها لها في استرجاع أموال بن علي وعائلته وغيره اللي موجودة في الخارج، ولكن ديما ترجع مشكلة الصعوبات اللي تعترض تونس في استرجاع الأموال هذه. عمليا فاش تتمثل الصعوبات إذا كانت تعطينا فكرة؟ هو صحيح، كل التجارب تدل على أنه عملية استرجاع الأموال تتطلب أشهر أو سنوات طويلة. واحنا نشوفوا مثلا الودائع الإيرانية في البنوك الأمريكية قداش استغرقت، وربما لازال إلى حد الآن. فالعملية معقدة. أولا ثم تعقيدات لوجستية، معنى ذلك أنه المستبد اللي هو عصابة حكم
ونهب أموال يتوخوا أساليب في غسيل الأموال وفي التمويه، لأنه يعرفوا أن الأموال هذه سيقع تقصيها في يوم من الأيام، فهم يستعينوا بالخبراء الدوليين، خبراء في القانون وفي الاقتصاد وفي المالية العالمية، باش كما نقولوا ما يخلوش أثار لتقصي هذه الأموال. هذا من ناحية، هذه الصعوبات من ناحية اللوجستية. ثم إشكال في الدول الديمقراطية هو أن القضاء مستقل وهناك مسالك قانونية لابد من توخيها، يلزم سنوات مش نوصل إلى حلول، يعني وقت إن شاء الله. نقولوا أحنا إرادتنا في أن نقلص هذه الأماد الزمنية، لكن المسألة تحكمها حاجتين، تحكمها مبدأ وهو أنه ما ضاع حق وراءه طالب، يعني ثم إرادة الآن، والموضوع هذا هو موضوع يعود إلى البنك المركزي باعتبار أن لجنة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج هي تحت إشراف البنك المركزي ورئيسها هو السيد محافظ البنك المركزي بالتعاون مع وزارة العدل. هناك مكتب في سويسرا، مكتب محاماة تم التعاقد معه، جلسة أخيرة في اجتماع مجلس وزراء مضيق لتناول هذه المسألة ولتفعيل الإجراءات. إن شاء الله نقولوا اللي هذه الدول الأوروبية اللي هي موقعة معنا على اتفاقية مكافحة الفساد إن شاء الله توفي بالتزاماتها تجاه الشعب التونسي. نسمع لا تيلي دو غران ماغريب. سيب قديش الشركة هذه مع الشركة هذه مع الشركة هذه، هل مسار شرطار في ملف الشركات المصادرة؟ سيد الوزير تفضل. في موضوع الرقم الذي ذكرناه نحب نوضح للسادة المشاهدين لكل المواطنين اللي يسمعونا أنه هذه تقديرات أولية حول حجم المبالغ التي يمكن أن تبلغها المصادرة. هذا يعني الأفق الذي نطمح إليه واللي المؤشرات اليوم تدل على أن ممكن تحقيقه، يعني ما يقارب ميزانية الدولة التونسية 23 مليار فعلا. ميزانية الدولة يعني 20 مليار هي ربما نعم. في الأملاك نعم. هذه التي نأكد ونقول أنها تقديرات أولية، لأن التقديرات النهائية تتم عبر خبراء من لجنة التصرف، لأنه بعد المصادرة تحال الأموال والممتلكات إلى لجنة التصرف التي تقدر القيمة والتي تقرر التفويت من عدمه. وما ننسوش حاجة أخرى، اللي ديما أصعب الأمور مبادئها، ديما البدايات صعبة، الدخول إلى هذا المحيط العجيب، عقارات مسجلة وعقارات غير مسجلة، وإلى اليوم كل أسبوع قاعدين نكتشفوا عقارات جديدة ومبالغ جديدة. اليوم أنا عندي تقرير من لجنة التصرف وصلني اليوم، هو أعد في تقريبا الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، يحكي على أنه العقارات 550 أكثر، يعني الشركات حتى 343، السيارات 223، الحسابات البنكية 367 بنك، المحافظ الأوراق المالية 40، الخيول 83، السفن واليخوت 48، ولا زالت. يعني أنا أقول اللي كل ما يتقدم. سيد الوزير أنت ممكن نشوفوا أرقام واضحة بتدخ أرقام نهائية عندما تنهي لجنة المصادرة أعمالها. نحب نأكد زادة مسألة ثانية، أنه عملية المصادرة أنها باش تكون واسعة، ولكن باش تحكمها مبادئ الشرعية ومبادئ الشفافية ومبادئ احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ل2003 المصادق عليها من نظام المخلوع نفسه سنة 2008. يتوقع أنه أسامي كبيرة من رجال الأعمال اللي ربما باش يشملهم في الأيام الجاية الإجراء. والله إذا كان نتحدث على دولة القانون كدولة حق ودولة حقوق للمجموعة الوطنية، فإنه القانون هذايا فوق الجميع، والحق يعلو ولا يعلى عليه. وراهي العملية لا تحكمها تصفية حسابات وليس تجاذبات سياسية، وإنما هو تطبيق وتفعيل لمبادئ الشرعية والقانون. هذه أموال انتهكت، نهب الشعب التونسي، هذه أموالنا، أموال المجموعة الوطنية. الناس اللي نصادروا لهم مش نفكوا لهم في أموالهم، نسترجعوا في أموال المجموعة الوطنية. واضح. لذلك فإنه أي شخص، وأنا أدعو كل المستمعين الكرام إذا كان يعرفوا شكون انتفع جراء علاقته بالأشخاص المذكورين في القائمة، أنه يمدنا به ويبلغ به
وهذا نسموها الصبه الوطنيه. ايوه الصبه الوطنيه باهي هايله هذا الكونسيبت الجديد هذا هايل في سي بن حميدان. فما رقم اخضر ولا على ذمتكم ووزاره املاك الدوله ايضا واضح فمرحبا بكم. وزاره الصناعه تنفي بشده انها تكون اعطت ترخيص الشيل لاستغلال الغاز الصخري والا الغاز دو شيست، لكن البعض ينتقد الوزاره لمجرد اتفاقها المبدئي مع شيل في موضوع استخراج غاز خطير وسام مسبب للسرطان، والخبراء يتحدث البعض منهم على مصيبة وطنية بيئية وصحية إذا مشينا في الترخيص في استخراج الغاز هذا. الأكثر تفاصيل في الموضوع يحضر معنا ضيفنا اليوم سي صلاح الدين بن صالح مدير الاستكشاف في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مرحبا بك. ملا منيش الخبراء يتشكاوا سي صلاح الدين؟ الخبراء هذا مثبت يعني هو البوليميك يعني نتيجة بصراحة لأنه مازلنا كما أي تكنولوجيا يعني توصلنا بعد سنين. الموضوع هذا في أين وجد في كندا وأمريكا هذه ثابت مخاطر نتاعه ثابتة لأنه ما تظهرش بين عشية وضحاها، تظهر من 10 إلى 15 سنة حسب عمق الصخرة هذه الشيست وحسب منها التكسرات في الأرض. كانوا العمق قليل والتكسرات كثيره مش يخلط في مده اقل، كانوا من العمق كبير ما ثمش تكسرات، اما هو الخروج للسطح والمائده المائيه مثبت يعني ما فيه الخطر موجود. خطوره هي اقل اهميه ويمكن يعتبرها الخبراء اكثر اهميه هو انه استنزاف الكميات المائيه، يعني كل عمليه في بئر واحده فيها 15 مليون لتر، يعني 15 مليون لتر بالنسبه للمواطن العادي كانك 2000 مواطن في قريه لمده شهر. هل احنا نحكيو سي صلاح الدين على مجرد ريسك ينجم يصير ولا ما ينجم ما يصيرش، والا مؤكد انه اذا كان استعملنا المواد هذه فما كارثه بيئيه باش تصير؟ الريسك مؤكد، هو تهويل كارثه ولا واحد هذاك يبقى لوحد، الريسك موجود لا يمكن ان يفي احد. لكن انا مثلا في تصريح المسؤول يقول لك احنا ماناش بنستعملوا مواد كيماويه، شيد بن ديل، اذا ماكش بنستعملوا مواد كيماويه ما ثماش حتى مشكل وينجموا يستخدموا. مستحيل هذه الفراكتيرا زي ما قدروا ليك التقنية الموجودة حاليا لازم تستوجب استعمالها لا. لكن في دراسات أو في بحوث جارية يعني المشكلة لماذا الاستعجال، لماذا شال، لماذا القروان، لماذا الآن فيه مثلا استعمال غاز الهيليوم اللي هو بنيوماتيك معناها تنجم تكسر الصخره بفعل انه يتبدل حجمه 7 مرات في الحراره في حراره الارض ممكن تستعملوا الهيليوم مثلا. اصبوها ثم حكموها، جملة هاجموا بها المئات من البارح الصفحة الرسمية لوزارة العدل التونسية على الفيسبوك بعد التطورات اللي عرفتها قضية تونسية باش نسميوها اليوم مريم رغم هذا أنه مش اسمها. 28 سنة الشاكية بزوز بوليسية بتهمة الاغتصاب. البارح صارت مكافحة قانونية في المحكمة الابتدائية في تونس بين أعوان الأمن والمشتكية اللي لقت روحها متهمة بالتجاهر بما ينافي الحياء والنيل من الأخلاق الحميدة، الشيء اللي خلى المحامية نتاعها وعدد من منظمات حقوق الإنسان تعتبر اليوم في القضية هذه الشاكية تحولت من مغتصبة المتهمة. تطورات القضية والمنحة اللي قاعدة تاخذ فيه نرجع عليها بالتفصيل مع محاميتها راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، مرحبا بك متر نصراوي. واحد من المواضيع اللي نرجع عليها بالتفصيل مع ضيفنا من المغرب اليوم البلوغر أنس الفيلالي المتحصل على جائزة أحسن بلوغ في المغرب في 2010، مرحبا بك أنس. شكرا لك.
قبل كل شيء راضية النصراوي، شنو أحوال الشاكية المتهمة إذا كان نقوله اليوم؟ والله أحوالها مريضة، مريضة نفسانيا، معناها تنجموا تتصوروا كيفاش امرأة تكون بعد عملية اغتصاب، عمليات اغتصاب، لأنها اغتصبت 3 مرات. العون الأول اغتصبها مرة فقط والثاني اغتصبها مرتين. المسألة ماهيش سهلة، والحقيقة البارح كانت في وضع صعب للغاية، معناها كانت تتواجه في الناس اللي اغتصبوها والناس اللي مش يخليوا لها آثار ربما تبقى سنوات، ربما لا تمحي بالمرة، لأنه الاغتصاب يعني فيه إهانة كبيرة للمرأة. إذا نعتقد أنها في حاجة للمساعدة، وهي الآن قاعدة تشوف في بسيكياتر، نتمنى أنها تشفى يعني في أقرب وقت، واللي باش يعاونها على الشفاء بطبيعة الحال هو وقوف الناس الكل إلى جانبها، وقوف المجتمع التونسي إلى جانبها. الراجل كان يعني في حالة خوف، لأنه ما تعودوش، ما عندهمش معرفة. كان من المفروض يدافعوا على أنفسهم ويقولوا للبوليس إذا عندك، إذا لاحظت حاجة مخالفة للقانون تفضل أعمل محضر، تفضل هزنا للمركز. هما يعني تفاجئوا وترعبوا، ولذا خضعوا، هو خضع لعملية الابتزاز ومشى باش يبحث على المبلغ المالي اللي هو حسب ما يظهر 300 دينار. ثم عوني الأمن اللي بقاو قاموا بعملية الاغتصاب بشكل معناها فظيع للغاية. كان فما عنف، كان فما رعب، كانت فما عملية وحشية. يعني اليوم كيفاش تقرا راضية النصراوي أن الحكاية تحولت من شاكية، طفلة تحولت من شاكية إلى متهمة اليوم بالتجاهر بما ينافي الحياء والنيل من الأخلاق؟ لهنا هما أعوان الأمن من أجل تبرير ما قاموا به، ومن أجل التخفيف على أنفسهم، تخفيف من الجرم، ادعوا أنهم كانوا في وضع معناها مخل بالأخلاق. ولكن لهنا هذوما ما عادش ممكن نعتبروهم أعوان أمن، هذوما متهمين، هذوما أنا نقول مجرمين. كيفاش ممكن يؤخذ كلامهم بعين الاعتبار؟ لأنه ولات فما علاقة متاع عداوة، ورغم كل الضغوطات اللي قاموا بها، لأنهم ضغطوا بشكل مستمر على البنت وعلى السيد كذلك خطيبة، كان ضغط متواصل من أجل أنها تتخلى عن الشكوى، ومسجل عليها اللي هي ما عندهاش رغبة باش تشكي. ولكن كان ضغط منهم ولا ضغط من الناس اللي بحثوا معاها؟ ضغط منهم ومن البعض من زملائهم. وهنا نستغل الفرصة أنس الفلالي البلوغر المغربي، يعني ليس فقط عدم عقاب المغتصب وإنما تزويجه بمن اغتصبها، وهذا قانون اليوم في المغرب ربما أدى إلى عملية الانتحار اللي كنا نحكيه عليها. تفضل. لو كان هناك اغتصاب في الأول، يعني اغتصاب شخص لطفلة صغيرة، هذا أصلا مصيبة كبيرة، ونزيدوا عليها قانون كيبيح للمغتصب أنه يتزوجها، يعني أنا كأن المجتمع كله كيغتصبها. المشكل في المغرب كالكثير من البلدان العربية هو أننا كنغطيو عينينا على المشاكل الحقيقية ديال المجتمعات ديالنا. كاين اغتصاب وكاين كذلك أطفال كيجيو من هذا الاغتصاب، وشنو الحلول؟ لحد الآن حتى واحد ما بغى ياخذ القرارات اللي هي حتمية خصنا نديروها. هذا يسميته إلى الغريق المجهول، كيف لو سولدا انكونو، معناه تمرج تبعج في السفينة، هج قلبه تهد، باب الأمل قصد، في الفلوكة تمد، لا خاف لو هج لا ترعد، قدام الأمواج سمد، صوت الميمة من الغريق طلع، أرجع وليدي جاشي الهب تخلع، ثنيتي يا يما بلا رجعة، عييت من الحقرة والفجعة، غدوة نرجع والبرق يلعج لعجة، واقف صنديد فوق النجعة، ولا مسبول مسلوخ مثيل النعجة، زغرتي يا حنينة
وليدك عرس بموجة عاتية ورزينة سلاته من الهم والغبينة وبكم غناي الجبل وسكت المحفل وسواك الفرحة جفل ونبت في الجواجي الغل وندب الياسمين وزغرة الفل. برافو نور الدين الورغي. اليوم الجمعة ديبريف دو لاكتواليتي متاع الجمعة كاملة مع الصحفيين. نرجع خاصة من جديد لموضوع الاغتصاب وتداعياته في تونس، تساؤلات الصحافة المغربية على شرطة الأخلاق في المغرب، ونحكي على موضوع التدخل العسكري ضد القاعدة في شمال مالي جارة الجزائر. للتحليل والتعليق ضيوفنا ليلى بورقيبة برجب الصحفي التونسي والأستاذ الجامعي، وخميس العرفاوي رئيس تحرير في جريدة الصحافة. مرحبا بكم. شنو رأيك في موقف وزير الداخلية؟ شنو معناها كيف نحكيه على التوظيف إعلام؟ يعني يبدو لي أنه هو الموقع متاع موقف والموقع متاع وزير الداخلية هو من موقعه هو طبيعي أنه باش يقول الشيء هذا، يقول أنه هو مش ممكن توظيف القضية نفسها. اتبقى الموضوع ما يخصوش هو كوزير داخلية، لأنه موضوع هذا قضائي، وهو يقول ما فماش ما ينجمش يكون توظيف اعلامي، وما ينجمش ما يكونش توظيف اعلامي. التوظيف الاعلامي هو نعلمه ولا ما نعلموش، هي العمليه صارت ولا ما صارتش. هو يقول توظيف اعلامي، الاعلامي لازم يحكي على الاعلام، لازم يحكي عليها. وفي غياب المشكله الكبيره هي وزير الداخليه حقه يقول وشنو هي الاخبار الصحيحه اللي يلزم تتقال، لانه هو التوظيف الاعلامي في غياب الاعلام الشفاف يولي توظيف اعلامي. الخطا مش جاي في انه هو وظف ولا ما وظفش الصحافه، كل حد يخدم خدمته. وزير الصحافه يخدم خدمته والصحافه تخدم خدمتها. الصحافه من واجبها اني العمليه هذه تحكي عليها وتحكي عليها لانها عندها جانب قانوني، ووزير الداخليه ما عندوش دخل مباشر في الموضوع. كل موضوع باش يتعدى في الاعلام ينجم اي واحد يقول لك هاو توظيف اعلامي. لان بصراحه ساعه كلمه توظيف اعلامي في حد ذاتها انا ضد المصطلح هذا. شنو هو توظيف اعلامي؟ يعني ثم غايه اخرى؟ لا، الغايه الوحيده هي الاعلام حول الموضوع هذا، تم تناول اعلامي. كي نحكي على توظيف سياسي اوكي، هو حر في انه يكيل الخصوم السياسيين ولا الاطراف السياسيه يقول قاعدين يوظفوا فيها سياسيا، وهذاك راهو داخل في ليغ دو جو، هذاك في قانون اللعب. ولكن احنا المشكل مازال الريفلكس عندنا، الريفلكس انه ما يقبلش انه حاجه يتم الحديث عليها بالقدر اللازم. انا ننتظر من جبالي اليوم باش يوريني اللي هو رئيس حكومه كل التونسيين، مش الكاتب العام تاع حزب النهضه، اكاولي طالب منه يبين لي انه هو رئيس حكومه كل التونسيين، مش كاتب عام حركه النهضه. اكهو كان يبين لي هذا مبروك عليه، يقعد حتى 50 سنه. شنو المواضيع يلزم ياخذ فيها ليلى موقف؟ المواضيع نتاع الامن، يقول انه الامن ما يعني يعطي تعليمات صارمه في انه الامن يخص، معناتها كل التونسيين عندهم الحق في الامن وكل التونسيين سواسيه قدام القانون. تي كلام في الريح يا البوليتيك تطغى ذيع التاريخ، اش تعرف تاريخ في عالم الفقير يفقيرة والغني ينزاد والعقل ضعيف يخاف الظلام والقلب وما يريد يبدل الوانا والشعب يريد اسقاط النظام. كم فهمت قلبا تقلبا قلبا يا من المدري اسمعك صدق اميد يا بوليتيك ابليس يونس مرضى يحبوا البوفوار تيحبوا البوفوار سيستم مضروب محكوم على الحريه اي شغل كلزم الحرب نخرج نحارب علاش النفس تتهانى واسمع احلام واحنا اللي نقولوا ويندان وينكدوا دا
دقينا المسمر في الهوى شدو في الهوى شدو كان في تقلبة تقلبة قلبة يا من الماتريس ما تصدق عميد وليدي قبلي يونس مرضى يحبوا البوفوار انتي يحبوا البوفوار استوبا لبابا رابط بابا سبت الطايلة هيرا بابا بابا